طيب هنروح من الوادي الجديد للذكاء الاصطناعي. حقيقة الذكاء الاصطناعي أصبح متداخل في كل مجالات الحياة، لدرجة أنه بقى في آلة أو في تطبيق بيقدر أنه يرصد مشاعر وأحاسيس الأطفال، الرضع وأسباب بكائهم. مش بس كده، ده كمان كان في أخبار انتشرت عن تطوير أول محامي روبوت للمرافعة في المحاكم. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن كل الأخبار دي من خبير تكنولوجيا المعلومات المهندس أحمد طارق. صباح الخير على حضرتك، نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم جميعا، أهلا وسهلا بكم. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني في البداية عايز أعرف منك ونعرف السادة المشاهدين، إيه قصة تطوير أول روبوت للذكاء الاصطناعي في المحاكم؟ يعني يمكن شفنا روبوتس ممكن تؤدي مهام حسب البرمجة اللي بتكون مبرمجة على أساسها، لكن يمكن مهنة المحامي محتاجة تفاعل مباشر، إزاي ممكن المهمة دي يقوم بيها روبوت؟ صحيح، أنا عايز أبدأ كلامي إن الذكاء الاصطناعي داخل في جميع القطاعات اللي موجودة وفي جميع الحاجات، يعني بعد كده أنا مش عايز الناس تتخض من مصطلح الذكاء الاصطناعي إنه داخل في أي حاجة في حياتنا. فكرة تطوير الروبوت المحامي إن هو يكون روبوت محامي هي فكرة الشركة، من اسم الشركة اسمها دونوت باي، اللي هو ما تدفعش أي حاجة للمحامين اللي بيطلبوا مبالغ كبيرة جدا عشان خاطر ينقذوك من أي حاجة معينة. فالمطورين بتوع الروبوت ده طوروا التطبيق أو الموقع على موبايلك أنت، بحيث أنك لما تكون وقت المحكمة تقدر تسمع والروبوت يسمع معاك القاضي، وفي نفس الوقت يقولك أنت هتقول إيه بالظبط عشان خاطر يحللك مشكلتك أو يحللك قضيتك دي. يعني هو الحقيقة لا، أنا مش قادرة أفهم النقطة دي تحديدا. يمكن زي ما احنا بنتكلم بقول لحضرتك المحامي والقاضي وساحة المحكمة بيبقى فيها تفاعل مباشر، يعني ازاي طيب. يعني ازاي حسب، هل مثلا الروبوت هيكون مغذى مثلا بالقوانين؟ لا، اقول لحضرتك على حاجه، هي فكره الذكاء الاصطناعي هي تغذيه الالات ويخليها ذكيه زي الانسان، ده تعريفها بشكل عام. لكن فكره ان احنا ازاي الروبوت او التطبيق ده هيواكب القوانين اللي موجوده، هو بالفعل المطورين كلهم حاطين جميع القوانين وجميع الطرق وجميع المخارج اللي تقدر تخرج المتهم عن اي قضيه موجوده بشكل قانوني، وفي نفس الوقت ان الروبوت ده صحيح. كسب اكتر من 160 الف قضيه في اخر اختبار ليهم عن طريق الذكاء الاصطناعي، واللي هو ان هو بيسمع القاضي وفي نفس الوقت بيخلي المتهم يسمع من عن طريق السماعه وفي نفس الوقت يرد على الاجابه بتاعته. وطبعا اي اخطاء بيتحملها الروبوت ده بيدفعها المطورون، لانه ده الشرط الجزائي بتاعهم انه اي اخطاء تحصل هم اللي هيتحاسبوا فيها يعني من الروبوت. ربنا يكون فوق المحامين هي الفتره الجايه. 160 الف قضيه كسبها، ده رقم مش قليل يعني. مش طبعا رقم كبير يا استاذ احمد. طيب خليني بس الاول اطمن، علشان انت قلت ان الذكاء الاصطناعي والروبوت هيدخل في كل المجالات ومحدش يتخض، فاطمن على مستقبل المذيعين ايه كمان يعني. طب حلو قوي، انا هقول لحضرتك حاجه. اول حاجه ان الذكاء الاصطناعي هي زمان، شفت اكتشاف النار زمان دخلت في كل حاجه. الذكاء الاصطناعي هو نار المستقبل، هو الذكاء الاصطناعي اللي احنا هنعيش فيه في جميع مجالاتنا، في الطب، في التعليم، في كل حاجه. في ناس كتير قوي خايفه من ان الذكاء الاصطناعي يحل محل البشريه، وده غير ممكن تماما، لان الذكاء الاصطناعي احنا اللي عاملينه، احنا اللي بنغذيه بالمعلومات واحنا اللي بنطوره. اكيد خلينا في 2030 خلينا نقف عند النقطه دي تحديدا، هتنتهي. احنا اتفقنا ان هو مش هيحل محل البشر. طيب ده طبيعي. الظاهره اللي احنا قدامها، الريبوت اللي احنا قدامه اللي هو يعني بيترافع في ساحات القضاء وزي ما قلت بيكسب قضايا كتير، ده هيكون داعم للمحامي ولا هيخلينا نستغنى عن المحامي؟ والله هقول لحضرتك حاجه، سؤالك حلو جدا. المحامي الفاسد اللي ممكن ياخد فلوس كتيره من الناس ويستغلهم، ده هيبقى يقعد في البيت، مصيره انه هيقعد في البيت. انما المحامي الشاطر اللي هو بيشتغل على نفسه وبيطور من نفسه دايما وممكن يدخل افكار كتيره للتكنولوجيا ويواكب العصر، هو اللي هينجح. وعمر ما المحامي يقعد في البيت طبعا بالطريقه دي، لانه الذكاء الاصطناعي انت اللي بتحركه مش هو اللي بيحركك، وانت اللي بتغذيه بالمعلومات. وطبعا هو شغال بره بس لسه ما اشتغلش في الدول العربيه خالص، هو فكرته بقوانينه بكل حاجته في الدول الاجنبيه حاليا، وتحديدا في المدينه اللي اتنشأ فيها. لكن الخطر يقترب. لا هو مش خطر، بالعكس والله احنا مش عايزين نعدي التكنولوجيا، لانه اغلب الشعب المصري والشعب العربي والشعوب كلها خايفه من التكنولوجيا بسبب ان هي ممكن تحل محل البشر، وده غير
خاطئ يعني غير صحيح تماما. عايز اقول لحضراتكم حاجه مهمه جدا، ان في وظائف كتيره فعلا في 2030 هتنتهي، لكن الذكاء الاصطناعي هيخلق وظائف كبيره جدا. زي ايه الوظائف؟ ايه الوظائف يعني انت شايف انه ايه الوظائف اللي انت متوقع انها تنتهي؟ يعني اول حاجه وظيفه المحاسبه، وظيفة مثلا الوظائف اللي هي التسويق التقليدية ممكن تنتهي في المستقبل. عندك وظائف كتيرة تقليدية اللي هي زي مثلا إدارة الأعمال، المدير، الحاجات اللي هي تقليدية اللي احنا كنا عايشينها زمان بتنتهي تدريجيا في المستقبل، لكن بتحل محلها وظائف جديدة وبتخلق كمان وسيلة عمل جديدة لناس كتيرة بتفتح فيها يعني. طب إيه اللي هيفضل مش إيه اللي هينتهي بقى؟ لا بالعكس. طب انا احكي لحضراتكم مثال حلو جدا سريعا كده. زمان كان في حد بيخبط على البيوت اسمه الساعي او المنبه، بيصحيك من نومك قبل ما المنبه يطلع، تمام؟ طلعت بقى شركات الساعات الكبيره وحلت محل الوظيفه دي وخلقت وظائف اكتر، بقت في مبيعات، بقى في مسؤول مبيعات، بقى في حاجات كتير قوي. جت التكنولوجيا والتسويق الالكتروني. يعني افهم من كلامك ان احنا هيبقى دورنا ان احنا نسوق لهذا الريبوت؟ لا هو مش تسويق، احنا بنتكلم دلوقتي بشكل عام عن الذكاء الاصطناعي، ودي وظيفه من ضمن الوظائف اللي هتكون في المستقبل. وطبعا الذكاء الاصطناعي انت ممكن لو عندك اي فكره تدخل فيها الذكاء الاصطناعي تطبقها على ارض الواقع وتخلي الناس يعني يستفيدوا منها. يعني باشمهندس اعتقد انه الفرصه هتكون اكبر للمبرمجين طبعاً. بشكل عام يعني يمكن المثال اللي حضرتك قلته يمكن وظيفه واحده زي ما حضرتك قلت اتلغت او ما بقتش موجوده، بس فتحت وظائف كتير جدا، لكن هنا احنا الحال العكس يعني. بس يعني اكيد طول الوقت احنا برضو البشر يعني هتلاقينا دايما بنطور نفسنا اكيد. طيب لو أكيد هنتكلم طبعاً. عن التطبيق الاخر لتطبيق مهم جدا، تطبيق الاطفال الرضع بيقيس حلو. مشاعرهم. طيب حلو قوي. اول حاجه هو مش تطبيق، هو جهاز موجود في لاس فيجاس في المعرض الجديد بتاعهم اللي بيحصل كل سنه. الفكره من الجهاز ده انه بعيدا بقى عن التكنولوجيا وبعيدا عن الذكاء الاصطناعي، صوت رضيع او صوت الطفل الرضيع بكائه بيدل على حاجه، ده طبيا موجود يعني. صحيح. بكاء الطفل لما يعيط بالصوت ده يبقى عايز كذا، فهم خدوا الاصوات دي كلها غزوها في الجهاز ده وخلوها بالذكاء الاصطناعي، لان الذكاء الاصطناعي بيطور نفسه بنفسه وبيصلح من غلطات نفسه وبيصحح نفسه بنفسه. يعني دي الاصوات مش المشاعر يا باشمهندس؟ نعم. يعني دي الاصوات، اصوات الرضع، الاطفال الرضع مش مشاعرهم، مش قياس مشاعرهم؟ لا لا، هو بيقيس مشاعرهم وبيقيس احتياجاتهم من صوت بكائهم. يعني هم غزوا صوت بكائهم داخل الجهاز ده، فبالتالي بيعرف الام هو الطفل عايز ايه دلوقتي، بيعرف الام لما بيضحك وبيتعرف على الطفل كمان بصوته نفسه. يعني اصبح الذكاء الاصطناعي او الصناعي متداخل في كل حياتنا. طبعا طبعا، وهيفيدنا في حاجات كتير جدا على فكره، لان داخل في التعليم، داخل في الطب، داخل في الحياه اليوميه بشكل عام، وفي نفس الوقت احنا هنطور نفسنا بنفسنا طبعا. يعني ممكن يوصل لحد فين يا باشمهندس كده من وجهه نظرك ومن خلال احتكاكك بقى بيه، يعني البرمجه حلو. كمان بشكل مباشر يعني. الحقيقه احنا كدوله مصريه بتشهد تحويلات رقميه كبيره جدا وعظيمه جدا، وكل ده بسبب ربط النيابات العامه ببعضها، وبسبب ان السرعه في التكنولوجيا والسرعه في الوقت اللي احنا داخلين عليه. وطبعا هنتطور بشكل كبير جدا لدرجه ان احنا ممكن نخلص معاملات رقميه اكتر من معامله رقميه واكتر من حاجه في نفس الوقت، يعني ممكن تطلع بطاقه، باسبور، كل حاجه دي كلها عامله شمول كامل عن طريق التقنيات والذكاء الاصطناعي الجديد. وفي نفس الوقت هيتطور من حاجات كتيره قوي من ناحيه الطب والعمليات، الاورام لا قدر الله اللي موجوده في اماكن حساسه جدا ده ممكن يحلها، ولسه كده كده هنتطور اكتر، وممكن نعمل حلقه مخصوص عن الذكاء الاصطناعي بعد كده. نعم. بكل تأكيد زي ما حضرتك قلت يا باشمهندس، خلاص يعني الذكاء الاصطناعي في كل مناحي حياتنا. يمكن الفترة الجاية هنبقى بنتعامل مع روبوتس أعتقد عادي، يعني كنا بنتعامل مع ناس معانا في الشارع. طبعا هلا هلا يا حل. طبعا بشكر حضرتك جزيل الشكر يا خبير تكنولوجيا المعلومات المهندس أحمد طارق.